خمس حيوانات قتلهم حلال مش هتاخد أي ذنب لو قتلتهم. وأول حيوان قتله حلال الغراب، وتاني حيوان الحدان متوقعش حد هيعرفه، وتالت حيوان قتله حلال الفأر، ورابع حيوان قتله حلال مش هتاخد عليه أي ذنب لو قتلته العقرب، وآخر حيوان هو الكلب العقور، يعني الكلب مفترس. بس طبعا مش هتروح تدي الكلب بالحجارة أو العصاية، فأنت كده هتروح فيها يعني. بس كده في عيلة النهاردة، كم تاريخ ميلادك؟